بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته اهدى امير المؤمنين عليا مجموعه مما كان يملكه تشريف لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كخاتمه ووسائل حربه وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه تفصيل هذه الامور واما في هذه الحلقه فنكمل الروايه التي رويت عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في التراث الذي اهداه رسول الله لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وقد ذكرنا فيما مضى ان هذه المواريث اضافه الى مواريث الانبياء التي وصلت الى رسول الله هذه وتلك المواريث جميعا وصلت إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى الأئمة واحدا بعد الآخر وهي الآن بحوزة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسبب هذا التشريف أمور متعددة منها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المواريث اثار جعل اثارا لهذه المواريث كما ان قميص يوسف عليه السلام كان له اثر ان عين يعقوب ردت اليه يرتد بصيره مع ان قطعه قماش هذا الاثر لها لان الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا الاثر عصى موسى الله سبحانه وتعالى جعل فيها الاثر بحيث تتحول الى ثعبان او حيه وانها تضرب على الحجر فيجري منه الماء تضرب على البحر فينفلق جعل الاثر في خاتم سليمان بحيث ان الله سبحانه وتعالى سخر له الريح بواسطه هذا الخاتم. وهكذا سائر المواريث لها اثار بينت بعض هذه الاثار لنا وبعضها لم تبين لنا. مضافا الى الجانب التشريفي. سلاح الرسول صلى الله عليه واله من علائم الامامه. ولذا السلاح اهداه رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين قبل وفاته الخاتم لعله فيه اثار لم تبين لنا ولا اقل من جانب التشريف فيه ثم بعد ذلك اهدى رسول الله صلى الله عليه واله امتعته الخاصه في هذا الحديث بين منها زوجين نعال عربيين بين منها القميص الذي اسري به الى السماء وقميص اخر كان يلبسه في غزوه احد وايضا كان لرسول الله صلى الله عليه واله قلانس القلنسوة ما توضع على الرأس يعبر عنها بالكلاوة ثلاث قلانس كان لرسول كانت لرسول الله، قلنسوة كان يستعملها في السفر، وقلنسوة كان يستعملها في العيدين والجمع، وقلنسوة كان يستعملها إذا خرج إلى أصحابه، هذه. من الامتعه الخاصه التي اهداها رسول الله لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. زين، هذا القسم الثاني من الحديث، الان نقراه حتى ننتقل الى القسم الثالث الذي يرتبط بالحيوانات التي كان رسول الله صلى الله عليه واله يمتلكها. يقول الامام الصادق في هذا الحديث، ثم دعا بزوجي نعال عربيين. جميعا احدهما مخصوف والاخر غير مخصوف، المخصوف يعني المرقع. المرقع بالخصفه ورقه الاشجار كالخوص مثلا. الحذاء النعال اذا كان مثلا يحتاج الى ترقيع كان يرقع بالخصفه. احد.. هذين الحذائين النعالين كان مخصوف والاخر غير مخصوف، زين شنو خصوصية هذا النعال؟ الخصوصية الذي في النعال المخصوف هو أن رسول الله صلى الله عليه واله انقطعت نعله في سفر من الأسفار. فدفعها إلى علي عليه الصلاة والسلام ليخصفها ليرقعها هذه رواية في البحار يرويها عن إرشاد المفيد وأيضا روته غير الشيعة في كتبها مثل مسند أحمد والسنن الترمذي بألفاظ متقاربة ثم بعد ذلك استمر الرسول صلى الله عليه في السفر وعلي عليه الصلاه والسلام يرقع هذه النعال او هذه النعل فرسول الله صلى الله عليه واله سال اصحابه او بين لهم هذه الحقيقه قال لهم ان منكم من يقاتل على التاويل كما قاتل معي على التنزيل زين هذا امر جدا مهم إن معي من قاتل، من يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. شنو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه واله دعا الناس إلى ترك الشرك والإيمان بالله الواحد الأحد. المشركون رفضوا. رسول الله صلى الله عليه واله كان تعامله معهم تعاملا سلميا يدعو الى الله فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر فبدأوا بمحاربه الرسول واصحابه فقتلوا ياسر وسمية والدي عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليهم وعذبوا بلالا وضيقوا على المسلمين الى ان اضطر رسول الله صلى الله عليه واله ان يرسل مجموعه من المسلمين الى الحبشه يهاجروا الى الحبشه ثم تامروا لقتل رسول الله صلى الله عليه واله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك، يثبتوك يعني يسجنوك فامر رسول الله صلى الله عليه واله بالخروج الى المدينه امره الله سبحانه وتعالى بذلك فخرج الرسول لم يكتفوا بذلك شنوا على رسول الله الحروب فرسول الله صلى الله عليه واله قاتلهم وقاتلوه على كلمة التوحيد. يعني هل هذا القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل أن رس أن رسول الله صلى الله عليه واله محمد هو رسول أم لا؟ كان القتال على التنزيل. زين الله سبحانه وتعالى نصر رسوله وفتح له فتحاً مبيناً. فدخلوا في الاسلام بعضهم عن قناعة وبعضهم عن مصلحة وبعضهم نفاقا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا أسلموا لكن المنافقون هؤلاء اسلامهم كان في الظاهر لا في الواقع لان المنافق اذا شاف الموجه بطرف يحشر نفسه في هذه الموجه حشر مع الناس يعيد لكن قلبه ضد هذا الاتجاه فيتحين الفرص ليظهر لي ما في مكنون ذاته ما في قلبه زين بعد الرسول صلى الله عليه وآله حدثت أحداث فسيطر مجموعة من المنافقين على الأمور فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لا على التنزيل وإنما على التأويل، الظاهر الذين قاتلوا أمير المؤمنين وقاتلهم، الظاهر أنهم مسلمون، يتشهدون الشهادتين، يؤذنون، يصلون، يصومون، يحجون، الظاهر هكذا، لأن المؤمن يلتزم بالعبادات، المنافق أيضاً يتظاهر بالعبادات. لكن قتالهم على معنى الآيات على ما تؤول إليه هذه الآيات الكريمات على كل حال فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه إن منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل فقال أبو بكر أنا ذلك يا رسول الله فقال لا فقال عمر أنا يا رسول الله؟ قال لا، فأمسك القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله ولكنه خاصف النعل وأومأ بيده إلى عليّ عليه السلام. هذه قضية مهمة في القضايا المهمة، الكلام وحده قد لا يكفي. يحتاج الى حسب تعبير اليوم الى صوت وصوره حتى يعلق الامر في الاذهان انت مره تتكلم بكلام وتمشي وتروح الذين استمعوا هذا الكلام قد ينسونه يقولون الانسان عنده حافظتين حافظه قريبه المدى وحافظه بعيده المدى غالب الأشياء التي يراها الإنسان ويسمعها خلال دقيقة ينساها أنت الآن لما تسوق في سيارتك تنظر إلى سيارات إلى ناس إلى أبنية إلى كذا أنت تنظر إليها وتعلم بها لكن خلال دقيقة تنمحي من حافظتك القريبة المدى واكو حافظة بعيدة المدى مقدار علوق القضية أو الفكرة أو الشيء في ذهن الإنسان في الحافظة بعيدة المدى يرتبط بما يحيط بالشيء أحيانا تشوف قضية الإنسان شايفها قبل ستين سنة سبعين سنة لا زال حاضرة أمامه كأنه يراها الآن كأنها حدثت الآن وهذه فيها تفصيل في علم النفس حتى في تقويه الذاكره والحافظه هناك طرق تربط مجموعه من الامور بقضيه حتى تبقيها في ذهنك. زين رسول الله صلى الله عليه واله كان يكلم اصحابه كل يوم كلام كثير. احيانا يريد ان يبقى هذا الكلام في اذهانهم لاهميته. ما يكتفي بمجرد الكلام. وانما يحيط بالقضيه امور يحيط بالكلام امور حتى هذه القضيه وهذا الكلام يعلق في اذهانهم الى الابد. زين نعله انقطعت احتاجت الى خصف. اعطى نعله لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهو يخصف بالنعل يرقعها زين هذه صورة عادية ثم يذكر كلاما إن مع منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل يعني هذا بعد راح يكون هذا الكلام ربط بهذه الحالة خصف النعل ولكنه خاصف النعل وأشار إلى علي بن أبي طالب، ما قال ولكنه علي بن أبي طالب، لا خاصف النعل. حتى هاي القضية خصف النعل وهذا الكلام ما لا يوجد بينهما ارتباط، خصف النعل لا ارتباط بينه وبين المقاتله على التأويل، لكن هذا النوع من الارتباط، القضيه الاتفاقيه، يعني ان هذا الكلام قيل في وقت خصفه للنعل، يسبب ان هاي القضيه تعلق في اذهانهم وتبقى ولا ينسونها، فتتم الحجه على المؤمن والمنافق، اما المؤمن فهذا يكون في باله حتى في يوم من الايام لا يخذل علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. يعلم بأن, رس بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنه يقاتل على التأويل فالحق معه وأما المنافق فالحجة تتم عليه إذا خذل أمير المؤمنين عليه السلام أو حاربه فيوم في القيامة ما إلى حجة زين فهذه النعل لا قيمة له هو النعل اللي سالم ما له قيمه، فكيف بالنعل المقطوع المرقع؟ وفي حديث ايضا ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما خرج من الكوفه، من من المدينه لمعركه الجمل من المدينه لم يذهب بشكل مباشر الى البصره. لماذا؟ لأن الذين خرجوا من المدينة مع أمير المؤمنين كانوا ألف مقاتل فقط وجيش الجمل كان ما يقارب العشرين ألف لا يمكن بألف واحد تقاتل عشرين ألف فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عرج إلى ذي قار المنطقة التي تقع فيها الناصرية الآن وعسكر هناك وارسل الامام الحسن عليه الصلاه والسلام وعمار بن ياسر الى الكوفه، واستنصروا الناس فخرج مع الامام الحسن ومع عمار آلاف مؤلفه من الناس، التحقوا بامير المؤمنين في ذي قار فخرج معهم الى البصره. زين ابن عباس يقول رأيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ذي قار يخصف نعله فقال لي كم قيمة هذا النعل قلت لا قيمة له نعال مشقوق الآن يرقعوا ما له قيمة قال هسه لو واحد يريد يشتري قال قيمته مثلا لا تتعدى النصف درهم فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن امرتكم هذه أهون عندي من هذه النعل إلا أن أقيم حقاً أو أدحض باطلاً. الإمرة بما هي لا قيمة لها. وإنما هي طريق لإقامة الحق ودحض الباطل. زين، هذه النعل المخصوفة لرسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لها قيمة مادية لكن قيمتها معنوية هذه إحدى زوجي نعال والزوج الآخر كان غير مخصوف يعني ما بي شق ولا رق أهداه رسول الله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اما بالنسبة للقميص، كان له قميص اسري به الى السماء، لأن الرسول صلى الله عليه واله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رحلة الاسراء والمعراج كانت هكذا، انه في ليلة من الليالي وهو في مكة الله سبحانه وتعالى ارسل جبرائيل مع ناقة من الجنة هي البراق او فرس من الجنة هو البراق. فامتطاه رسول الله صلى الله عليه واله وفي لحظه واحده من المدينه الى بيت المقدس، فهناك صلى رسول الله صلى الله عليه واله في بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به الى السماء، وقضيه المعراج معروفه. القميص الذي كان على جسم رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الرحلة، هذا قميص متبرك، هذا قميص أولاً كان على جسم رسول الله صلى الله عليه واله وفيه البركة، ثم بعد ذلك هذا القميص عرج برسول الله به إلى السماء ففيه البركة وفيه التشريف، هذا أحد القميصين والقميص الاخر القميص الذي كان قد لبسه في غزوه احد ولعل فيه خصوصيه لا ندري ان الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله صلى الله عليه واله بواسطه ذلك القميص لعله هذا الشيء الثاني النعال زوجي نعال وقميصين الشيء الثالث والقلانس الثلاث رسول الله صلى الله عليه واله كما ورد في بعض الاحاديث كما في كتاب البحار المجلد السادس عشر عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه واله يلبس القلانس تحت العمائم، وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير القلانس، يعني احيانا رسول الله صلى الله عليه واله يعتمر العمامه من غير قلنسوه، واحيانا يضع على راسه قلنسوه من غير عمامه، واحيانا كلاهما معا يعني يضع القلنسوة على راسه ويعتمر العمامة. وأيضا ابن عباس يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه واله يلبس القلانس اليمانية التي حيكت في اليمن. ومن البيض المضربة ويلبس ذوات الآذان في الحرب. هذه كيفية قلانس رسول الله صلى الله عليه واله. هذه القلانس ايضا اهداها رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام زين هذا القسم الثاني القسم الاول كان السلاح القسم الثاني الامتعه الشخصيه الملابس الاحذيه القلانس القسم الثالث الحيوانات رسول الله صلى الله عليه واله كان له مجموعة من الحيوانات، من الحيوانات كانت له بغلتان، وأيضا له ناقتان، وأيضا له فرسان، هذه ستة، ستة من الحيوانات، بغلتين كانت له بغلتان وناقتان و فرسان اما الناقتان اما البغلتان فالشهباء والدلدل عندنا في حديث الشهباء يعني ال التي لونها رمادي اسمها كان هذا الشهباء لعله باعتبار لونها سميت بهذا الاسم او لم يكن لونها ذلك لكن هو تسميه على كل حال هذه الناقه هذه البغله كانت تسمى الشهباء. في حديث ان جبرائيل ارسله الله سبحانه وتعالى على بغله شهباء. ومعه خزائن الدنيا. فقال لي الرسول يقول: فقال لي يعني قال جبرائيل لي. يا محمد هذه خزائن الدنيا ولا ينقص من حظك عند ربك، أحيانا الدنيا إذا أقبلت على الإنسان تؤثر على آخرته، فالفقر خير له من الغنى، جبرائيل يقول للرسول صلى الله عليه واله: أنت يمكنك أن تستولي على الدنيا كل خزائن الدنيا تكون لك من الذهب والفضه والمعادن واي شيء في هذه الدنيا ولا يؤثر على مقامك ولا يؤثر على منزلتك. الله سبحانه وتعالى لماذا فعل هذا؟ تشريف للرسول يا رسول الله انت اذا في بعض الأحيان فقير، في بعض الأحيان لا تمتلك لا تملك شيئا، هذا ليس لأجل أنك أن في مهانة لك عند الله سبحانه وتعالى، كلا وحاشا أنت كريم والله سبحانه وتعالى يعزك، فهذه خزائن الأرض كلها لك. كما أعطاها الله سبحانه وتعالى أو قسم منها لسليمان هذه لك لكن الرسول صلى الله عليه واله الله خير تشريفا لكن الرسول يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قال له وللآخرة خير لك من الأولى الرسول كان يحب أن يكون عبدا لله يجوع يوم فيصبر ويشبع يوم فيشكر هذا كان احب له من ان يكون ملكا فلذلك التخير اذا الله يعين شيء خلص الرسول ما كان يقترح على الله شيئا الله اذا عين شيء الرسول يقبل لكن اذا الله خيره بين امرين التخير لك فكان يختار الجانب الذي فيه العبودية أكثر صحيح هذا الجانب إذا تختار أو تختار ذلك الجانب حظك عند ربك نصيبك عند ربك ما راح يكون يختلف لكن الرسول كان يحب أن يختار الجانب الذي فيه العبودية أكثر الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والالتجاء به اكثر. فلذا حينما جاء جبرائيل وقال يا محمد هذه خزائن الدنيا ولا ينقص من حظك يعني من نصيبك عند ربك فقلت يا جبرائيل لا حاجه لي فيها اذا شبعت شكرت ربي واذا جعت سالته. زين جبرائيل جاء على ناقه شهباء فهذه الناقة جبرائيل اعطاها لرسول الله صلى الله عليه واله ولعلها هذه البغلة ولعلها من الجنة كانت. فرسول الله صلى الله عليه واله اهداها لامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. البغلة الثانية كانت تسمى دلدل. دلدل في الارض بمعنى ذهب ومر يدلدل ويتدلدل في مشيح اذا اضطرب هذه الناقه لماذا سميت الدلدل في المناقب يروي لان النبي صلى الله عليه واله لما انهزم المسلمون يوم حنين قال دلدل يعني خطاب خاطب الناقه الانسان احيانا يستعمل كلمات مع الحيوانات تفهم معنى تلك الكلمه لعل هذه الكلمه دلدل بمعنى انه انيخي اجلسي يوم حنين كانت معركه مصيريه الله سبحانه وتعالى في القران يقول ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين زين انهزم المسلمون وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الناقة فقال لها دل دل يعني أنيخي اجلسي فوضعت بطنها على الأرض فأخذ النبي صلى الله عليه وآله حفنة من تراب فرمى بها وجوههم الآية الشريفة تقول وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يعني حينما الرسول صلى الله عليه وآله رمى في التراب في وجوههم وقال شاهت الوجوه إظلمت الدنيا بأعينهم ارتبكوا من هذا الارتباك استفاد المجموعه الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وكشفوا اولئك الاعداء ثم بعد ذلك رجع المسلمون المنهزمون وبالنتيجه انتصر المسلمون في غزوه حنين. فهذه الناقه سميت دلدل شنو اهميتها؟ هذه البغله شنو اهميتها؟ اهميتها, أهميتها أن معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وقعت والرسول على ظهرها لأن هذه وما رميت إذ رميت هذه كانت معجزة ولكن الله رمى من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك هذه الناقة اكتسبت مزية وتلك المزية أنه وقع وقعت معجزة والرسول على ظهر تلك البغلة، هذه البغلة. زين. يا بلال عليّ بالبغلتين الشهباء والدلدل. ثم بعد ذلك الناقتين والفرسين، هذا إن شاء الله سنذكره في حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.